أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج عبادة في بيتي. أنا فرحان أقدم لكم هذا الحلقة اليوم باسم الرب يسوع المسيح مع أصدقائي الأخ يوحنا. مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا لك أخي. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي المشاهدين، والرب معاكم، وأنا فرحان أن نشارك مع إخواني في هذه الحلقة لكي نتكلموا على ربنا يسوع المسيح، وكنتمنى أن أكون نعمة لكم. آمين. آمين. أخ منير، أهلا بكم، ونشكر رب أن احنا معاكم. إن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. نعم، له كل سلطان في السماء وعلى الأرض. شكرا من أجل الترنيمة الجميلة اللي حضرت لنا كالعادة. والأخت جوهرة، مرحبا بك. مرحبا بكم معنا، ونشكر الرب اللي جمعنا هذا النهار في محضره حتى نسبحوه ونمجدوا اسمه القدوس، اسمه يسوع. آمين. آمين. يسوع الله مخلص. مرحبا بك. شكرا. شكرا جزيلا لاستضافتكم. راني فرحان كما العادة باش نناقشوا جميعا حول مواضيع هامة مفيدة. وانت عندك مهنة جميلة أو مسؤولية جميلة مع الطلبة الجامعيين، طلبة المسيحيين الجامعيين. ممكن تقول لنا شيء باختصار من اختباراتك المواضيع اللي تتطرقوا لها؟ نتطرقوا على مواضيع مثل من هو الله. نعم. محبة الله، المرأة والرجل بالنسبة لله، وش ما هي علاقة بين المرأة والرجل تحت ظل الله والإيمان. نديروا دراسات حول مواضيع، لكن كي تنبثق من الكتاب المقدس. نعم. ماشي غير مع مسيحيين، لكن مع الناس يجيوا باش يعرفوا المرة الأولى وش يقول المسيح. ويعني عندكم مناقشات مع الطلبة من كل بلدان؟ من كل بلدان ومن كل ضواحي، وفي كل جامعة عندنا مجموعة من الطلبة. جميل. يا ريت لو تكون نفس الحرية في بلداننا، أن الطلبة في الجامعات يمكن يجلسوا في قاعة ويناقشوا هذا الموضوع، لأن موضوع نفسي، موضوع روحي، موضوع بشري إنساني. يعني الإنسان بكل حرية الإنسان من صغره يتساءل ويسأل. من صغره يسأل أباه علاش الشمس، علاش هذا، علاش لماذا، إلى آخره. يكون لكن ما يهمش تكون حرية أو ما تكون حرية، احنا فرحانين أننا نقدم هذا البرنامج باسم يسوع المسيح ابن الله، ومتشكرين لأن كلمة الله توصل تفوق الجبال والحيط وكل شيء، وأنها توصل حاملة دائما نفس الارتواء الروحي. ترنيمة تقول اللي حضرت لنا أخا منير: يا راويني يا يسوع بحنانك، يا راويني يا يسوع بحنانك. Hallelujah, hallelujah, and I need
مكان في سماك. هللويا هللويا أنا بي ثابت وأنا وياك. هللويا هللويا أنا ليا مكان في سماك. هللويا هللويا أنا بي ثابت وأنا وياك. هللويا هللويا أنا ليا مكان في سماك. كيف ممكن الإنسان يكون له مكان في السماء؟ أخ منير، أنت قلتنا في هذا الترنيمة القديمة الجميلة، ما رأيك؟ لأن الرب يسوع المسيح وعد وقال أن كل اللي يؤمن هيكون مولود ولادة تانية ويكتب اسمه في سفر الحياة. وأول شخص تقريبا يعني على الصليب جوار الرب يسوع لما قال له اذكرني يا رب اللص، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. فإحنا نؤمن أن كل كلمة يقولها الرب يسوع المسيح هي كلمة صادقة وهي وعد منه وما بيسقطش أبدا وعوده، وإحنا نصدق ونآمن. نعم، لأن الله قال. نعم. أخت جوهرة، بحل أسورانس لخلصته ضمانة، فأنا عندي ضمانة لأن المسيح خلص بدال الدين فله كل المجد، عندي مكان في السماء. عندك شيء آية ممكن تذكريها اللي تثبت هذا الحقيقة تقول فيك؟ تقول للرب يسوع أنا غادي نطلع ونعد لكم مكان في السماء، ليس مصنوع بإيد الإنسان لكن مصنوع بإيد الله الحي. فأنا أؤمن أن يسوع حي. نعم. ومكاني في السماء. له منازل في السماء. البعض أخ إلياس، البعض يقولوا أن المسيح قال لأن في بيت أبي منازل كثيرة، بيوت كثيرة، وهم يظنوا أن كل الأديان تدي إلى الله. ما رأيك؟ رأيي الشخصي وهو وش يقدمنا الكتاب المقدس، أنه هذا هو. محال يكون ديانة واحدة أخرى تضمن لك كما قلتي صح. تضمن لك طريق. حتى واحد ما قال بلي أنا هو الطريق، ما كاش لا رسول لا نبي قال أنا هو الطريق الحق والحياة. يسوع المسيح قال أنا هو الطريق، ليس أحد الطرق لكن هناك طريق، وهو قاله كما قلت في الحلقات السابقة أن يسوع سبعة مرات في إنجيل يوحنا قال أنا. وهذه الكلمة أنا هي كلمة منبثقة من العهد القديم حينما قام موسى قال لله كيف أقول لهؤلاء للشعب اليهودي من اسمك؟ والله قال لموسى قلهم أنا اسمي أنا، أنا هو هي أنا هي بالعبرانية. وهذا الصفة أخذها يسوع سبعة مرات في إنجيل يوحنا وقال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا أمين. هو الماء الحي، أنا أمين. هو الحقيقة، أنا هو، وأعطانا الضمان. وهذا شيء واحد. وشيء ثاني في الحقيقة هو في السماء. أمين. وكل أديان تنتظره. أمين. هناك ديانات يقولوا أن يسوع هو مجيء يسوع تعني نهاية العالم. كل ديانة، لكن بالعكس نحن ننتظر يسوع باش يدينا المكان وين راه مع الله، ماشي باش يحاسبنا، باش كل واحد اللي أعطى ثقة تاعو في يسوع يلقى واش كتب له يسوع في الكتاب، في الكتاب الحياة. منير، ما رأيك؟ الأخ الياس يقول بأن يسوع يجي يدينا للحياة، ما جاش باش يحكم علينا، لكن الكتاب يقول بأنه سيعود ليدين الأحياء والأموات. يعني هو في إيده السلطان، معناه أنه هو يقدر يمشي في أي وقت ويرجع في أي وقت، وهو في إيده السلطان
يعني هو المتحكم في كل الأمور. آمين. وهو المسيطر على كل شيء. ومين يقدر يسيطر غير الله؟ آمين. يعني له كل سلطان. إذن المؤمن بالمسيح له هذا الضمان أن له الحياة الأبدية، ينتقل من هذه الحياة للحياة الأخرى. آمين. الموت هو مثل الفاصل، معبر. نعم، لأن هذا اللي يقوله الرب يسوع المسيح: من آمن بي، سمع كلامي وآمن بالذي أرسلني له الحياة الأبدية، ولا يأتي إلى الحكم الأخير، لأنه ينتقل من الموت إلى الحياة. نقول في الترنيمة: أنا لي مكان في سماك. والرب يسوع المسيح يقول كما ذكرتي أخت جوهرة أن له يوجدنا منازل. نعم. أمين. والمنازل اللي يوجدها ليست من الطوبة والحجر، مش منازل مادية. مادية صح. أخ لياس، وش اندهشني ولا وش عجبني في هذا الكلام اللي قالوا يا يسوع المسيح، هو أنه ما قالش هناك 65,000 منزل والآخرين يدبروا رأسهم، ولا قال كاين بلاصة لكل واحد، كاين مكان لكل مؤمن. لكن البعض يقولوا المسيح قال بأن في السماء يوجد منازل، وهذه المنازل تشير إلى الأديان، أن معناها أن في السماء هذه الأديان على الأرض كلها تدي إلى الله. أخ منير. لا مش كده أكيد، لأني الرب بيتكلم بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. إذا كان هو الحياة الأبدية، وإذا كان هو اللي يعطي الحياة الأبدية، إذا كان الإنسان المؤمن هيروح للحياة الأبدية، مش محدودة لا ملايين ولا مليارات السنين، فهل يحدد أماكن؟ إذا كان هو هيعطي الحياة الأبدية، هو يستطيع كل شيء، هناك هيكون حياة أبدية. يعني الإنسان مش محتاج مكان، مش محتاج شيء يطمئن لي، لأن عنده الحياة الأبدية، عنده الحياة. فمش ما بظنش موضوع الأماكن والفكر ده مش مظبوط. نعم نعم، هذا هو إيماننا. يعني اللي يعلموا الإنجيل أن الخلاص هو بالإيمان، هذا واضح. يسوع المسيح في نهاية إنجيل متى يقول مثلا: وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. نعم. ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. نحب نوقف شوية في هذا النص، لأن فيه كلمات لازم نفحصها ونفهمها ونبحث فيها ماذا يعني. أولا نشوف الأحدى عشر، في البداية كانوا 12، نعرف بأن واحد ناقص هو يهوذا الإسخريوطي اللي باع الرب يسوع المسيح، ثم مشى وانتحر وبقاوا 11. بعد قيامته من الموت هو اللي أعطى الأمر أنهم يسبقوه للجليل، أي شمال يهوذا في أرض إسرائيل اللي كانت تتسمى فلسطين من عند الرومان، هم سموا تلك الأرض فلسطين، حتى ما يذكر اسم يهوذا ولا إسرائيل. من البداية الناس حاربت هذا الاسم، ما عرفنا ليش. المهم الجليل منطقة في الشمال، ومشاو هناك والرب أسبقهم وانتظرهم، ولما رأوه يعني كان يستناهم، لما رأوه سجدوا له، والبعض شكوا. يا أخي منير ما رأيك؟ هم كانوا معه
لفترة أكثر من 3 سنين، وهو كان يظهر لهم ويختفي بعد القيامة. فهما مش متعودين على الشيء ده، أن شخص كان معاهم ليل نهار، ينام يشوفوه هو نايم، يتكلم يشوفوه هو بيتكلم، يمشي معاهم في الطريق، يعمل المعجزات، يعمل المعجزات كل هذه الأمور، في كل الأمور هم شايفينه وبيلمسوه. نعرف أن واحد منهم شك لما قالوا له التلاميذ شفنا الرب، وقال لهم لو لم ما نوضع صبعي في جراحه يده وجنبه ما نصدق. يمكن لو احنا كنا مكانهم كان ممكن نشك، لأن الإنسان الطبيعي ما كانش لسه امتلأوا بالروح القدس طبعاً. اول شيء. ثانيا هم كأنهم كانوا في حلم، موت على الصليب وأحداث وخوف ورعب، وبعد كده قيامة وفرح وسلام. ففي أحداث يعني تخليهم هم كأنهم في الخيال، في شكوا. لكن هو قال لهم إني دفع إلي كل سلطان. يعني الشك في حد ذاته هل هو سلبي؟ الشك لما نتكلم مع شخص أنت تقول له ما تشكش يا صاحبي، أو يقول لك أنا في الشك، هل الشك هو دائما سلبي؟ يقدر يكون سلبي، ونلاحظه في هذاك المرحلة وين التلاميذ كانوا على باخرة ولا زورق في البحيرة، والمسيح جاءهم في الليل في الظلام. وحين اقترب المسيح قال لأحد هؤلاء الرسل اللي هو بطرس، قالوا جي عندي. لا قبل ما يقول له تعالى عندي، هم رأوه ظنوه أنه شبه خيال أو شبه. خافوا وصرخوا. نعم. وبعد كي راح بطرس قالوا ولا أنت هو المسيح، اطلب مني باش نجي عندك، قول لي نجي عندك. وقالوا روح. وبعد هو تاني مشى على بطرس، مشى على الماء مثل يسوع المسيح اللي كان مشى على الماء. وفي هذاك الوقت دخلوا الشك وغرق في الماء. وبعد جبدوا يسوع المسيح. وش منين جاء الخوف؟ من اين جاء الخوف؟ لانه خاف انه يغرق، كي يشوف راسه يمشي على الماء انه غادي يغرق. جوهرة جاء الخوف لانه شك فيه واش المسيح هذا ولا خيال، باقي ما امنش وخاف. ممكن رايك منير؟ زي ما قلت ان الشك هو في الانسان طبيعه طبعاً. يعني كل البشر ما فيش حد يعني. في الحقيقه النص يقول بان هم خافوا، صحيح من لا يخاف وسط الليل والعاصفه والسلوكه تمشي ويشوفوا. المؤمن الانسان دائما ينظر للمشكله، مشكله صغيره يكبرها. في هذه الحاله يقول ربي غالب، او هذا الشيء اللي يبغاه الله، او ينظر للمشكل. بطرس كان على الماء، جت الموجه، نظر للموجه، نسى يسوع على الماء، اللي عنده السلطه في السماء وعلى الارض حتى على الماء، نسى فخاف. هنا خاف بداية، لأن الرب يسوع المسيح يقول له يا قليل الإيمان، لماذا شكيت؟ لماذا شكيت في هذه الحالة؟ سمحني، عندي من يوحنا، يعني إنجيل يوحنا يقول مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن لست لكم محبة، محبة الله في أنفسكم. هذا هو يعني. شكرا نتابع في هذه النقطة، لأن يعني المسيح ما كان ينتظر المجد من الناس، لأنه كان يبحث على المحبة. يعني لما كان الرب يسوع المسيح بيتكلم عن سلطانه، فهو سلطانه من الآب ومن العهد القديم. نشوف سلطان الرب يسوع، هحكيها بسرعة كده عشان الوقت. سلطانه على الزمن، سلطانه على البشر،
آمين. سلطانه على الزمن في آمين. في توقيته مع إبراهيم ومع آمين. يوسف ومع موسى. يركن موسى 40 سنة في البرية، يسيب يوسف في السجن 13 سنة ويطلعه في الزمن اللي هو عايزه. آمين. سلطانه على الملوك، على فرعون ونبوخذنصر. سلطانه على البحر، مش بتكلم عن مشي الرب يسوع المسيح على البحر، لا، سلطانه على الكائنات اللي في البحر، على الحوت اللي بلع يونان، يؤمر الحوت انه يقذفه على الشاطئ. سلطانه على النيران والطبيعة في مثل الفتية الأبرار، سلطانه على الوحوش على في دانيال، سلطانه على البشر والشياطين والأرواح الشريرة في لما جاء في العهد الجديد، سلطانه على كل شيء في الحياة، على الموت مع لعازر، يعني على المنظور وغير المنظور، والأهم كما يعني بالنسبة لنا على الموت، لأن الإنسان يخاف من الموت، لهذا يقول أن المسيح جاء ليحرر أولئك الذين في خوف الموت. آمين. يعني الرب يسوع المسيح صحيح، شكرا على هذه اللائحة واضحة، له كل سلطان وممكن نتابعها. آمين. يمكن نتابعها، لها له السلطان حتى على الملحد، على الإنسان. كل إنسان يتنفس نفس الإنسان هي أشياء من الله، وله سلطان في الأشياء اللي نراها، اللي الإنسان، الحيوان، الأرض، والأشياء اللي ما نشوفهاش، المنظور وغير المنظور، جمال الجين، الأرواح، وهذو ما نشوفهمش، الشياطين ما نشوفهمش لأنهم أرواح. يسوع المسيح كل هذا له السلطان عليهم، آمين. والملائكة تسجد له، آمين، في السماء وعلى الأرض، لأن الله لم يعطي أي اسم آخر به تحت الشمس به يجب أن نخلص. لهذا يسوع المسيح جاء ليبشرنا بمحبة الله، يبشرنا أنه هو الوحيد الطريق. قيل أن كل الطرق تؤدي إلى روما في ذاك الزمان، كانت الطرق كلها تؤدي إلى روما، لأن روما كانت العاصمة، عاصمة الإمبراطورية الرومانية، حضارة واحدة، تجارة واحدة، لغة واحدة، سياسة واحدة، كل الطرق تؤدي إلى الله صحيح، كل الطرق تؤدي إلى الله صحيح، للحكم الأخير، للدينونة، لكن طريق واحد يؤدي إلى الحياة الأبدية الإلهية هو يسوع المسيح لا غير، لأنه هو يقول أنه جاء من السماء، فهو ابن السماء، فهو صاحب السماء، مولى السماء، فهو المولى، الملك، ملك الملوك، رب الأرباب، وهو يقول اذهبوا وتلمذوا باسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد، وهو يريدنا أننا نبحث عنه ونعرفه بالروح وبالحق. عزيزنا المشاهد، هذا كلامنا، كلام بشري، كلام ضعيف متواضع، كلامنا ما يهمش، أنت سمعت، ربما موافق ربما ما توافق، غرضنا بل دعاء قلبنا أنك تسمع لكلام الله كما جاء في الكتاب المقدس، هذه هي الكلمة اللي تغير الحياة، لما تقبلها في حياتك فهي تعطيك السلام، الفرح، الطمأنينة، الضمان، الرجاء، إيمان الصحيح، الرجاء الحقيقي، والمحبة الإلهية فيك بروحه القدوس، لأن نفس الروح اللي رد يسوع المسيح من الموت إن كان فيك فهو كذلك يعطيك الحياة الأبدية الإلهية. وإله السلام يكون معك، نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معك ومعنا جميعا. آمين. شكرا، إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. آمين, آمين.